بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتكلم عن التيار الكهربائي المتناوب، وسننطلق من هذه المحاكاة لنتابع. إذن لدينا في هذا التركيبة مقبض نقوم بتدويره. حينما نقوم بتدويره نلاحظ أن المصباح يتوهج، وهذا التوهج تزداد شدة إضاءته حسب سرعة التدوير. إذن فما هو هذا الجهاز الذي ينتج التيار الكهربائي، وما طبيعة التيار الكهربائي المنتج؟ إذن فالجهاز الذي بين أيدينا يسمى المنوبة أو المنوب. وما هو المنوب؟ المنوب أو المنوبة هي مولد كهربائي يتكون من جزئين رئيسيين، جزء ثابت وجزء متحرك أو جزء دوار. عندما يدور الجزء الدوار أو المتحرك فيتولد تيار كهربائي بين أو يتولد توتر كهربائي بين قطبي الوشائع التي يتكون منها هذا الجهاز. إذن نواصل مع لاحظ ما هذه التجربة لكي تبسط لنا المكونات الأساسية للمنوب أو مولد التيار المتناوب. لاحظ، نتابع ماذا يحدث. إذن فلدينا تركيبة بسيطة تشرح لنا كيف يعمل المنوب أو مولد التيار المتناوب. لدينا وشيعة، والوشيعة ما هي إلا ناقل نحاسي معزول تم لفه عدة لفات على حامل معزول. إذن وطرفي الوشيعة يتم توصيلهما بجهاز معاينة أو بجهاز قياس لملاحظة ومتابعة التغيرات التي تحدث عندما نحرك مغناطيسا بجوار الوشيعة. هنا سواء حركنا المغناطيس وثبتنا الوشيعة أو عكسنا، يعني ثبتنا المغناطيس وحركنا الوشيعة، نحصل على نفس النتائج. إذن لاحظنا أنه عندما نحرك القضيب المغناطيسي نحو الوشيعة أو إبعاده عنها في هذا الحيز أو في هذا المجال، فإنها هذه الحركة تؤدي أو تؤثر على التركيبة. بمعنى الوشيعة، عندما نحرك القضيب المغناطيسي بجوار الوشيعة فنلاحظ تولد تيار. أين لاحظنا؟ هنا يبدأ الجهاز في قياس قيم، هذه القيم تتغير ويتغير اتجاه هذه القيمة، مرة موجبة مرة سالبة حسب ما لاحظنا. نتابع مرة أخرى إن أمكن. نلاحظ، إذن قلنا حركة المغناطيس بجوار الوشيعة أدت إلى توليد تيار أو توتر كهربائي متغير في القيمة والاتجاه. هذا التوتر المتغير في القيمة والاتجاه نسميه التيار المتحرض. لماذا؟ لأنه نتج عن عنصرين هما المحرض والمحرض، أو المحرض والمتحرض. المحرض هو المغناطيس، المتحرض هو الوشعة. كأننا نقول الآمر والمستجيب. إذن أو الحاث والمستحث. فالمغناطيس هو المحرض
يحرض الوشيعة على توليد تيار أو توتر كهربائي. نتابع. لاحظ أننا إذا قلبنا المغناطيس سيتغير التأثير. إذن سنقلب المغناطيس ونلاحظ. يعني في المرة الأولى كان القطب الجنوبي هو المجاور للوشيعة. سنجعل هنا قبل ذلك. إذن فالآن هذا لدينا جهاز المعاينة. جهاز معاينة التوتر الذي ينتج سواء بالمنوبة أو بالبطارية. هنا سنبدأ بالبطارية لكي نجري مقارنة. سنعاين طبيعة التوتر الذي تنتجه البطارية. البطارية فيها قطبين، قطب موجب قطب سالب. نوصل الطرفين بطرفي جهاز المعاينة وهو راسم الاهتزاز المهبطي. نلاحظ ما يمكن ملاحظته. إذن وصلنا، قمنا بتغيير قيمة الحساسية العمودية لنقرأ قيمة التوتر. إذن لاحظ إلى 2 فولت. لاحظ عكسنا التوصيل، يعني يشير الجهاز إلى قيمة سالبة. ثم أخذنا الوضعية الصحيحة، يعني الموجب في المكان الموجب والسالب مع السالب، فإن الجهاز يقرأ لنا قيمة موجبة. إذن فهذا التوتر ثابت الاتجاه إذا لاحظتم، يعني نحن فقط نقلب الأقطاب لكي نبين تغيره. نغير الحساسية، يعني المسح الزمني، لنرى ماذا يحدث للقيم. تلاحظ أن القيم ثابتة، يعني بمرور الزمن يسجل لنا الجهاز قيمة معينة وهي القيمة التي بين طرفي البطارية. قال مثلا 6 فولت على سبيل المثال، فبمرور الزمن يبقى يسجل لنا هذه القيمة الثابتة دون تغير. دائما مع تغيير الاتجاه، يعني نحن الذين قلبنا التوصيل، فيصبح يسجل الجهاز لنا قيمة سالبة. إذن هذه طبيعة التوتر الذي تنتجه البطارية، هو توتر مستمر. الآن سنلاحظ طبيعة التوتر الذي تنتجه المنوبة. إذن هنا سنلاحظ التغيرات التي كانت تحدث في التجربتين السابقتين، سواء تجربة المنوبة أو تجربة المغناطيس مع الوشيعة. إذن فنلاحظ أن الذي يحدث هو الحصول على توتر متغير القيمة والاتجاه كما نلاحظ في المخطط. ينطلق من الصفر ويصعد ليبلغ قيمة قصوى التي هي نهاية أو ذروة المنحنى. ماذا تمثل هذه الذروة؟ هي التي تعرف بالإي ماكس أو التوتر الأعظمي. ثم لدينا قيمة أخرى أقل منها، يعني أصغر منها، هي الإي إيفيكاس أو ما نسميه بالتوتر الفعال. يعني إذا تابعنا بواسطة راسم الاهتزاز المهبطي، فإننا يعني حينما نشغل راسم الاهتزاز المهبطي فإنه يرسم لنا منحنى بهذا الشكل يتكرر. قلنا هذا المنحنى يعبر عن التغيرات التي تحدث للتوتر الكهربائي. ينطلق من الصفر ليبلغ قيمة قصوى، ثم يعود إلى الصفر، ثم يتجه في الجهة السالبة ليعود إلى الصفر. هذه نسميها نوبة أو دورة واحدة للتوتر. يعني تغير الأقطاب وتغير اتجاه التيار أو اتجاه التوتر. إذن نواصل مع المحاكاة. قبل المواصل، يعني هذه التغيرات حينما تستعمل جهاز الفولتمتر لا يمكنه أن يتابعها،
يسجل لك قيمة ثابتة. إذن نعم، كما ذكرنا هذا الذي لوناه، يعني هذا الطور الموجب وهذا الطور السالب، يشكلان لنا ما يسمى بدورة واحدة للتوتر الكهربائي. أي إذا شئنا لنقول كأن يذهب شخص من بيته إلى المدرسة ثم يعود، إذن ذهابه من البيت إلى المدرسة هو طور موجب، وعودته من المدرسة إلى البيت فهي طور سالب. إذن هذه نسميها دورة واحدة. ثم في المساء يفعل نفس الشيء، يذهب من البيت إلى المدرسة ومن المدرسة إلى البيت. في اليوم الموالي صباحا يذهب من المدرسة إلى البيت، من البيت إلى المدرسة، ثم من المدرسة إلى البيت، وهكذا. إذن هذا بالنسبة لمفهوم الدور الذي رمز له بالرمز تي. هنا الدور ما هو؟ هو الزمن المستغرق لإنجاز هذه الدورة. إذن هذه دورة واحدة، هذه دورة واحدة مكونة من طورين، طور موجب وطور سالب. هذا الزمن المستغرق لها يسمى بدور التوتر، دور التوتر. إذن لدينا دورة واحدة، ثم دورة ثانية، دورة ثالثة، وهكذا. الآن عدد الدورات التي ينجزها هذا التوتر الكهربائي خلال الثانية الواحدة تسمى بالتواتر، تواتر التوتر، فريكونس، تواتر أو الاهتزازات أو الذبذبات، يعني مسميات تدل على نفس المسمى، التواتر أو الاهتزاز. إذن هذه المعطيات التي نتعرف عليها، أو الموارد المعرفية التي ينبغي أن ندرسها في التيار والتوتر المتناوبين. إذن حينما نتكلم عن التوتر المتناوب نعرف بأنه من خصائصه أنه متغير القيمة والاتجاه، كما نلاحظ في المنحنى، ينطلق من الصفر، يبلغ قيمة قصوى موجبة، يعود إلى الصفر، ثم يمر إلى قيمة قصوى سالبة، ثم يعود إلى الصفر. في هذه الحالة فهو أنجز دورة واحدة. إذن فله، قلنا، قيم هي توتر أعظمي، توتر فعال، وله دور وهو الزمن المستغرق لإتمام دورة واحدة، وله تواتر وهو عدد الدورات التي ينجزها خلال الثانية. إذن هذه هي أهم المعطيات التي نحن مطالبون بها في السنة الرابعة من التعليم المتوسط. إذن نواصل مع هذه المحاكاة لعلنا نضيف شيئا من المعلومات. لاحظ هنا أننا نغير التواتر. كلما كبرت هذه القيمة، قيمة التواتر، ماذا يعني؟ يعني زيادة عدد الدورات خلال الثانية. وفي هذه المحاكاة أيضا سنبين فقط العلو أو القيمة القصوى للتوتر الأعظم. لاحظ هنا هذا الزر يتحكم في تغيير قيمة التوتر الأعظمي، يعني هنا القيم 20، 10، 5 أو 0.2، 0.1، 5، 2، 1 أو هكذا، أو من هنا من الجهة هذه 0.1، 0.2، 0.5، 1، 2، 5، 10، 20. ماذا تعني هذه الدلالات؟ دلالتها مكتوبة معها، نعود قليلا إلى نعم، قلنا ماذا تعني؟ هذه معايير، يعني كل تدريجة ما هي قيمتها بالفولت؟ إذن ها هنا تلاحظ الوحدة الفولت للتدريجة الواحدة، يعني سنتكلم عن هذا ربما في حصة مستقلة. شاشة الجهاز شبيهة بالورقة المليمترية، لها معلم متعامد متجانس، عموديا يعبر عن قيمة التوتر الأعظمي، أفقيا يعبر عن الزمن بالثانية أو بالملي ثانية، ونحول إلى الثانية. فهذا المعيار أو هذا القطب أو هذا الزر هو زر لتغيير قيم التوتر،
التي سنقرأها على الشاشة. والزر الثاني غير مفعل الآن هو زر المسح الزمني كذلك وتغيير قيم الزمن. إذن هذا بالنسبة للمعايير التي تهمنا في رسم الاهتزاز المهبطي. لاحظ هنا أننا سنتكلم عن المسح الزمني. هنا الجهاز أو المعيار الزر مضبوط على القيمة واحد، فبمعنى كل تدريجة قيمتها 1 فولت، يعني التدريجة الأولى 1 فولت، الثانية 2 فولت، الثالثة 3 فولت. مثلا تلاحظ أن المنحنى يقف عند القيمة 3، معنى هنا نقول القيمة القصوى أو العظمى هي 3 فولت. بما أنه توتر متغير يعني غير ثابت الاتجاه، لاحظ أنه قيمتيه الحديتين هما زائد 3 وناقص 3، يعني سيتغير بين هاتين القيمتين، ينطلق من 0 إلى 3 ثم يتناقص إلى ناقص 3 وهكذا. إذن سنشغل المسح الزمني لنلاحظ التغيرات. إذن هذا قلنا زر المسح الزمني، والآن غير مشغل، يعني تلاحظ أنه مثبت على القيمة 0 ولذا يكون لنا خط عمودي. حينما نشغله لاحظ 10، يعني هنا قيم كبرى، نصغر القيم. إذن صغرنا التواتر لكي يمكن رؤيته على الشاشة، عدد الهزات في الثانية وعدد الدورات في الثانية، خفضنا إلى أقل قيمة لكي نتمكن. لاحظ أننا شغلنا الزمن عند 10 ملي ثانية، 10 ملي ثانية، نعم هنا الوحدة بالملي ثاني. إذن لاحظ الآن يصبح المنحنى واضحا، يعني تظهر عدد التغيرات التي تحدث في الثانية أو في الملي ثانية إذا شئتم. إذن فهذه دورة واحدة. ما هو الزمن المستغرق؟ هنا موجود. إذن لدينا كل من خلال المنحنى ومن خلال ضبط المؤشر أو ضبط الزر، كل تدريجة كم قيمتها بالملي ثانية. إذن المسح الزمني هنا مثلا هذه 10 ملي ثانية، هذه 10 ملي ثانية، يعني تدريجتين تشكلان لنا 20 ملي ثانية. ما معنى؟ أي الدورة الواحدة استغرقت زمنا قدره يقارب 20 ملي ثانية. هنا تجاوزت على ما أعتقد، يعني قريب 25 ملي ثانية، 25 ملي ثانية، وتحول إلى ثانية لتجد الوحدة إن أردت ذلك. إذن نترك المحاكاة في التشغيل لنتابع، ربما هناك معلومات أخرى نضيفها. إذن هذا تقريبا كل ما لدينا من معلومات في التوتر والتيار المتناوب. إذن لدينا قلنا أهم شيء نعرفه في هذا الموضوع أن التوتر المنزلي مثلا الذي نستعمله ما نوعه؟ التوتر الذي موجود في بيوتنا وفي مؤسساتنا ما نوعه؟ إذن فهو توتر متناوب، أي متغير القيمة والاتجاه. لذا نلاحظ أن أجهزتنا المنزلية غير مكتوب عليها الإشارة زائد وناقص، لأن هذا ليس تيار مستمر، فهو تيار متناوب. إذن فهو متغير القيمة ومتغير الاتجاه وبشكل متماثل، أي لا في السعة ولا في الزمن المستغرق، يعني كل دورة لها نفس الخصائص. لذا يسمى توتر جي بي متناوب، توتر جي بي متناوب. إذن ما هي المميزات التي يتميز بها غير تغير الاتجاه والقيمة؟ إذن له توتر أعظمي، هذا التوتر الأعظمي لا يمكن معاينته، وهذا التغير لا يمكن معاينته بالفولت متر وإنما بجهاز خاص هو رسم الاهتزاز المهبطي الذي رأيناه. وله توتر فعال، هذا التوتر الفعال يمكن أن نقيسه بالفولت متر، يعني إذا وصلنا الفولت متر في مأخذ أو في بين طرفين منوبة فنحن نقيس شيء اسمه التوتر الفعال وليس التوتر الأعظمي. إذن لدينا مقدار آخرين، التوتر المتناوب له دور، له زمن ثابت أو له زمن تستغرقه الدورة، و
له شيء اسمه التواتر. التواتر قلنا هو عدد النوبات أو عدد الدورات التي يدورها التيار الكهربائي أو التوتر الكهربائي المتناوب خلال الثانية الواحدة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.